السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا بماي لافلي تويز. اليوم حنتذوق مع بعض انا ونورا ومحمد، دول حلويات الالمانيه وصلونا من المانيا. خلونا نبلش اول شيء بالشوكولا. اول شيء معنا شوكولا بالحليب من ميلكا، خلونا نفتحها ونذوقها. هي تاع نورا، هي تاع محمد. انتم شايفين شوكولا مثل الكندر، شوكولا محشية، شوكولا بيضاء. كتير كتير طيبة، حبتيها نورا؟ كتير طيبة. عن جد كتير كتير طيبة، حتى انا قطعت اطيب من الكندر. اطيب من الكندر بكتير. وهلا حنجرب تاني نوع معنا كمان من ميلكا، بس هالمرة شوكولا بالفراولة. هاي تاع نورا، تاع محمد. مثل ما شايفين شوكولا بالحليب، كمان في قطع فراولة صغيرة. يمكن هي بسكوت فراولة او شي، حنضوع نشوفها. طعمة الفراولة واضحة كتير. كتير طيبة. مثل ما توقعت هو بسكوت تقريبا، صاير بقلبها نكهة الفراولة، بس كمان كتير كتير طيبة، حتى اطيب من هيمو. عنجد كتير كتير حبيته هاد النوع، كتير كتير طيبة الفراولة. هلا معنا هذا النوع من الشوكولا كمان ميلكا، نشوف شو بيختلف عنها. مثل ما شايفين هاي العلبة فيها قطع أصابع مثل الكندر، فيها 8. هلا هنفتحها نجربها. هي جاية عبارة عن مكعبات، كمان شكلها شوكولا ومحشية شوكولا بالحليب. تفضلي، هاي قلعة تفضل، وانا حذوقها. مثل ما شايفين القطع مرسومة عليها بقرة، انه من حليب البقر. كمان كتير طيبة، نفس طعمة هاي شوكولا بالحليب، بس بتجي هاي اصابع. نورا ومحمد قالوا لي انه هاي الشوكولا طلعت حلوة اكتر من هاي، فعلا حتى انا كمان حسيت انه هاي حلوة اكتر من هاي، وهي اطيب، انا بحب حلاوتها خفيفة اكتر. هلا معنا كمان هون نوع شوكولا، فيها قطع نكهات مختلفة. كمان هي صناعة المانية، مثل ما قلنا دول كلهم شوكولاتات المانية. هاي الشوكولا كمان نكهات مختلفة، في هون شوكولا بالفراولة، شوكولا بالحليب، شوكولا غامقة يمكن، أو شوكولا عادية. هاي يمكن تكون شوكولا غامقة. هلا خلونا أول شي نجرب شوكولا الفراولة. تفضلي نورا. هلا محمد، انتم شايفين كمان تشبه هاي كتير، فيها قطع بسكويت فراولة، تقريبا نفس الطعمة مو نورا؟ كمان طيبة، بس طيبة كتير، طيبة كتير. هلا حنجرب هاي الشوكولا بالحليب. تفضلي. تفضل.
شوكولا بالحليب سادة ما فيها شيء. هي طلعت لنا شوكولا بيضة عادية ما فيها شيء مو محشية شيء. هي شوكولا عادية فما خاف افتحها حنجرب هي. تفضلي. محشية كأنه بسكويت. هلا بنذوقها. تفضل. محشية بسكوين كتير كتير طيبة. كتير كتير طيبة. حبيتها أنا أكتر وحدة. فعلا كتير طيبة. هاي مثل ما هاي الأنواع اللي كانت موجودة بهي العلبة كتير كتير طيبين كمان. هلا حنجرب هاي الحلوة. هي يعني مثل سكاكر أو بسكويت ما بعرف صايرة رقائق. هلا حنجربها ونقولكم شو هي. أنا ما عرفت شو هي بسكوت أو سكاكر. هي مثل ما شايفين نكهة الفواكه نكهة التوت والكرز والتوت الأزرق. مثل ما شايفين رقائق ما عم تفتح. مثل ما شايفين كتير كتير رقيقة. تفضلي نورا. كتير كتير طرية وهشة. هاي لمحمد تفضل بقى. عفوا انتم شايفين بتتكسر وكمان بتحسيها بتلزق. بتحسيها هي مثل البسكويت تقريبا. بسكويت مثل الويفر كأنه كتير كتير رقيق. بتحس مش طيبة بطعمة الفواكه بطعمة التوم. انتم شايفين بتتكسر مثل البسكويت. انا ظنيت اول شي سكاكة بس طلعت بسكويت. الحلو فيها انه انتم شايفين فيها رقائق كتير كتير حلوة كتير حبيناهم. عجبتني فكرتها غريبة. هلا نجرب اخر شي معنا اليوم. هلا حنجرب اخر نوع معنا اليوم. هي سكاكر نكهات مختلفة. معنا نكهة تفاح ليمون فراولة توت وكرز. طبعا كمان صنع المانيا انتم شايفين جيرماني. نورا اي نكهة بدك؟ الفراولة. فراولة لونها كانت زهري. هاي يمكن هاي او هاي. لا يمكن هاي ما بعرف. شو تاكل محمد؟ تفاح ولا فراولة ولا ليمون؟ باكل ليمون. ليمون تفضل. انا حدوق هاي الزهرية اللي هي توت. حامضة شوي. طيبة كتير. كيف شايفين هاي النكهات معنا؟ الأحمر الغامق هي كرز، أحمر فاتح فراولة، وهي اللي دقتها هي توت وليمون وتفاح. دوت تفاح عن جد كتير كتير حبيتها هي. ندوق الفراولة. فراولة عطيناك الكرز يمكن مو؟ اه هي فراولة. أنا حابة أدوق الكرز. كتير كتير طيبين. هاي كانت مجموعة الحلويات اليوم حبينا نجربها معكم. نورا اي اكتر صنف عجبك منهم؟ هاي وهاي لانه هاي كتير طيبة وهاي كمان.
وانا حبيتها كمان هي كتير. في كانت طيبة شوكولا بالفراولة، وهي كانت غريبة هي، يعني اول مرة بشوف هيك حلوة مثل ما عنا رقايق، عن جد كتير غريبة وطعمتها طيبة كمان. وهدول انا كمان حبيتهم. حمانتي شو حبيت اكتر شي؟ هي مثل ما عنا الرقايق، بس مو شايفين عشان تتكسر. حبيت هاي وهي، هاي وهي فعلا كتير كانوا طيبين، انا كمان كتير حبيتهم. هذا كان كل شيء لليوم، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وتشتركوا معنا لو اول مره بتشوفوا القناه لتوصلكم الفيديوهات الجديده، والسلام عليكم.